الراديو 90-90 هواها مصري. الأستاذ رشوان موظف كبير في الشؤون القانونية بأحدى الشركات الخاصة، واللي ما يعرفش الأستاذ رشوان أقوله أنه راجل دقيق جداً، مواظب على مواعيده، متحفظ وملتزم، علاوة على أنه نكفي بعيد عنكم، يعني بيخانق دبان وشه، لا بيسلم على حد ولا بيحب حد يسلم عليه، ووشه من كتر التكشير تقريباً شقق. الأستاذ رشوان عنده عربية ورثها عن جده، بس اللي يشوفها يفتكرها فابريكا، بينزل يغسلها بنفسه ويحط لها الزيت بنفسه، ولما بيبقى فاضي بينزل يحل الكلمات المتقطعة على الدركسيون بتاعها. عربية الأستاذ رشوان ليها مكان محدد بتركن فيه كل يوم، والعمارة يبقى يومها أسود لو حد ركن عربيته مكان عربية الأستاذ رشوان، ده على اعتبار يعني إن العربية لو باتت برا الحتة المخصصة اللي بتبات فيها كل يوم سمعتها هتبقى بطالة. ونظراً لكثرة المشاكل اللي بتحصل من موضوع الركنة دي، أشار عليه عم عبدو الغفير بأنه يعمل عدد 2 خازوق حديد لتحديد مكان الركنة، على أن يتم ربط الحديد من خلال سلسلة حديدية عشان يبقى مكان الركنة ملك خاص بالأستاذ رشوان. وعشان الأستاذ رشوان راجل نمكي زي ما قلتلكو، أم خد تعهد من كافة سكان العمارة ينص بموافقتهم على قيام الأستاذ رشوان بتركيب الحديد بجوار رصيف العمارة، علماً بأن هذا التعهد غير قابل للإلغاء، وتم اعتماد هذا التعهد في الشهر العقاري. وارتاحوا سكان العمارة من دوشة الأستاذ رشوان بعد تحديد مكان ركنته. وطبعاً دايماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مدام حنان جارة الأستاذ رشوان في السكن، واللي بتركن عربيتها ورا الحديدة اللي معلم بيها مكان ركنته، وهي بترجع بالعربية خبطت العمود الحديد وخلعته من مكانه. وهنا كانت الطمة الكبرى. الأستاذ رشوان استنى الأستاذة حنان الصبح وهي جاية تركب العربية بتاعتها، وفضل يهلل في الشارع وقال لها: استني استني عندك، اوعي تركب العربية بتاعتك يا مدام حنان. ليه يعني يا أستاذ رشوان؟ هي مفخخة ولا إيه؟ يا ريتها كانت مفخخة، مالك مبسوطة كده؟ يا ريتها كانت مفخخة، على الأقل كنت ارتحت منكم ومن مشاكلكم. الله الله، على إيه كل ده يا أستاذ رشوان؟ حصل إيه يعني؟ على إيه؟ أنت مش عارفة على إيه؟ اتفضلي يا هانم قدامي على الاسم. اسم؟ أيوة، الشرطة هي السبيل الوحيد أمامي عشان أخد حقي منك. شرطة؟ يا أستاذ رشوان أنت عايز إيه على الصبح بقى؟ عايز حقي، حق الأضرار اللي انت تسببت فيها بعد ما صدمت الخازوق الحديدي اللي انا بركبه والعربيتي. انت فاكراها سايبة ولا ايه يا هانم؟ ايه الاستهتار ده؟ انا بنفسي قمت بتفريغ الكاميرات وشفت رعونتك اثناء السياقة ورجوعك للخلف دون النظر في المرايات، مما ادى الى خلع الخازوق الحديدي وانتزاعه من باطن الارض نزعا دون رحمة او شفقة منك. يا نهار ازرق يا أستاذ رشوان، ده لو خبطتك حضرتك شخصيا ما كنتش هتترفع المرافعة دي كلها قدام الشارع. وانتي لسه شفتي حاجة، ده كشف بالأضرار اللي حضرتك تسببت فيها. أولا، خبط العمود الحديدي خبطة نتج عنها كدمة مساحتها 3 سنتي في 3 سنتي، مطلوب ردها على البارد. يا سلام. ثانيا، إصابة العمود الحديدي بخدوش متفرقة في أنحاء جسده، مما أدى إلى احتياجه إلى عملية طلي وإعادة دهان. ثالثاً، تم انتزاع العمود من باطن الأرض، مما تسبب في تحطيم الخرسانة الأسمنتية المحيطة بالعمود من كافة الجوانب. وأخيراً، لسه في تاني؟ أيوة لسه، عندما يلان سقوط العمود الحديدي على الأرض تسبب في انطلاق صافرة الإنذار الخاصة بسيارتي، مما أدى إلى ضعف البطارية. وعليه، قد قررت أنا الأستاذ رشوان قيسوني رشوان، نائب أول مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة بيلي ريأك لصناعة الكازوز، بتغريم الطرف الثاني اللي هو حضرتك 500 جنيه قابلة للزيادة و1000 جنيه على سبيل رد الاعتبار. اتفضلي يا هاني. هو إيه ده إن شاء الله؟ ده الكشف، هتدفعي ولا أخدك على الاسم؟ أستاذ رشوان، حضرتك شايف الكشف ده؟ أيوة شايفه. بيلي واشرب ميته. عن إذنك. كده بتسيبيني وتمشي؟ لعلمك أنا مش هسكت، البلد مش سايبة، أنا لن أصمت طالما بقيت حيا، لن أصمت يا مدام حنان، خليكي فاكراها. وتصعد الموضوع وتلمت العمارة، وده اتدخل واللي ماشي في الشارع اتدخل، ومدام حنان ما بقتش تكلم رشوان خالص. ورشوان هو كمان قاطع حنان،
وكل ده عشان كل واحد ساكن في مكان عايز يركن عربيته قدام بلكونته علشان يعرف يراقبها، وعشان محدش ياخد مكان ركنته بقى بيتعدى على أرض الدولة ويتعامل معاها على إنها ملكية خاصة. والله اللي بيحصل ده ما يصحش أبدا يا جماعة. أبدا أبدا. عموما هنتقابل تاني وموضوع جديد من كلمتين بالنص.